ينضم إلينا من مكة المكرمة الدكتور عبد الحفيظ المحبوب الأكاديمي السعودي في جامعة أم القرى للحديث عن مطالبة مجلس التعاون الخليجي بتمديد حظر السلاح من وإلى إيران والترحيب الأمريكي بالطلب. دكتور، بداية أهلا بك، ما هي أهمية تمديد حظر السلاح من وإلى إيران والخطر الذي تمثله إيران على المنطقة بشكل عام؟ تفضل. أهلا وسهلا بكم. حقيقة يعني الولايات المتحدة يعني في الأربعاء الماضي تقدمت بمشروع قرار لمواصلة حظر الأسلحة على إيران رقم 2231 الذي تم التوقيع عليه في 2015. الحقيقة يعني دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت لمساندة الولايات المتحدة طبعا بالمطالبة بتمديد حظر نقل الأسلحة من وإلى إيران، وذكرت الأسباب بأن إيران لا زالت يعني تواصل نقل الأسلحة للحوثيين في جميع المنطقة. طبعا لا شك القرار يعني يتوقع أن تستخدم روسيا وطبعا والصين قرار الفيتو، بل حتى الدول الأوروبية يعني تؤكد على أن يكون يعني تمديد الحظر لأمد قصير، لا يكون لأمد طويل، لأن إيران تهدد الحقيقة، تعتبر أن إذا كان تم التصويت على المشروع أنه نهاية يعني المشروع النووي، خصوصا في الفترة الماضية. يعني كانت يعني حاولت الدول الأوروبية يعني أن تبقى في هذا الاتفاق، وإيران لم تخرج من هذا الاتفاق بشكل كامل، بل كانت تقوم بإجراءات محدودة ولكن متزايدة. حتى بومبيو لما صرح قال نحن لا زلنا مشاركين في الاتفاق النووي. فالحقيقة الولايات المتحدة يعني تجد دعم من دول مجلس التعاون الخليجي. دعنا نذهب إلى موضوع آخر الآن دكتور، يعني بعد الانفجار الذي جرى في لبنان كما تعلم، والحديث عن دور لوكلاء إيران في تخزين نترات الأمونيوم التي يستخدمها ما يسمى حزب الله في صناعة الصواريخ، إلى أي مدى أصبح لزاما على دول المنطقة التكافل في إيجاد مخرج ينجي المنطقة بشكل كامل؟ صحيح، يعني أنا أعتقد التفجير ببيروت يعزز الحقيقة مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بتمديد حظر الأسلحة على إيران. أعتقد يعني كان هذا الانفجار حقيقة يعني داعم قوي جدا، وأتى في لحظته، يعني توقيته الحقيقة كان حقيقة مهم لمواجهة يعني ما تقوم به، لانه النترات الامونيوم هذه تستخدم في اليمن، تستخدم في قبرص، تستخدم في سوريا، تستخدم في مناطق واسعه في الكويت، في المانيا. يعني الحقيقه يعني انشطت ايران ووكلائها الحقيقه ليست فقط في المنطقه العربيه. نعم، وماذا عن دور مجلس التعاون الخليجي في متابعه حظر الاسلحه والوقوف أمام الخطر الإيراني لا سيما في اليمن ولبنان؟ لا شك دول مجلس التعاون الخليجي لديه يعني مجلس للدول المتشاطئة في البحر الأحمر. هذه الدول لديها دور كبير جدا في يعني متابعة هذا الحظر وعدم وصول الأسلحة إلى طبعا إلى الحوثيين. لكن هناك مناطق كثيرة جدا في العالم يمكن تهريب الأسلحة، وهناك وسائل كثيرة عبر الأمم المتحدة كما حدث في وصول الأسلحة للحوثيين عبر السفن التي توصل الغذاء والدواء إلى الحوثيين. فالحقيقة القرار هذا تعتبره دول مجلس التعاون الخليجي مهم جدا في تمديد الحظر. الأكاديمية السعودية الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.